قصور السماء الحامية لأمن مصر القومي على كافة المحاور الاستراتيجية، نسور تعرف كيف تنقض على أهدافها وتواصل صعودها إلى العلا في سبيل المجد. للنسور قدرتها أن تفرض الكلمة في معادلة امتلاك المدى. ولقوتها أن تحقق النصر في أعتى المحن. للنسور رغبتها في الانطلاق نحو آفاق المستحيل. إلى العلا تطير النسور، تدور بحثا عن صيد ثمين، وحين تنقض على فرائسها تقضي عليها في لمح البصر. نسور السماء في عرينهم يترقبون ولانطلاقهم متأهبون. هم عنوان الكبرياء، أسطورة حية لا تراهم إلا في السماء. فالنسور لا تأوي إلا فوق القمم، وحين ينقضون في سبيل المجد للرحمة لا يعرفون. فلا تكف قوتنا الجوية عن تطوير منظوماتها القتالية، ويبلغ التحديث مداه بالانطلاقة الكبرى مع انضمام أحدث الطرازات من طائرات F-16 رافال متعددة المهام، طائرات الميج 29، الطائرات الموجهة وينج لونج، طائرات النقل من طراز كاسا، وطائرات النقل من طراز اليوشن. الهليكوبتر الهجومي أباتشي. الهليكوبتر الهجومي كاموف. ولا تألو القوات الجوية جهدا في مجال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء القواعد الجوية والمطارات. وكذا المزيد من ورش صيانة الطائرات، هذا بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التدريب لجميع التخصصات. وتظل الكفاءة القتالية هي الركيزة الأساسية لعبقرية أداء نسور السماء. ارتقاء تجلى على أشمل ما يكون في حماية كافة المحاور الاستراتيجية، وتجلت من خلاله قدرات القوات الجوية بتدمير معاقل الإرهاب. العالم يعاني من أزمة
فيروس كورونا كوفيد 19 أزمة عالمية تجتاح العالم، فيفيض عطاء نسور السماء ليكونوا سفراء لمصر حول العالم. هكذا امتدت قوافل الدعم الطائر عبر القوات الجوية المصرية لتقديم المساعدات والمستلزمات الطبية للعديد من الدول الشقيقة والصديقة، وتواصل عطاء النسور بنقل المزيد من مواد الإغاثة العاجلة لمواجهة تداعيات مرفأ بيروت في لبنان ولمتضرر السيول بالسودان. ويظهر نسور السماء معدنهم الفريد عبر العديد من الأنشطة التدريبية والقتالية خلال عام 2020، يتقدمها حضورهم البارز في المناورة قادر 2020، والتي أظهرت أرقى القدرات القتالية لقواتنا الجوية في إطار إحدى خطط الفتح الاستراتيجي. وكذا المناورة حسم 2020، والتي جرت وقائعها بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. مستوى قتالي ما كان ليتجلى على هذا النحو المثالي دون حرص القوات الجوية المصرية على الوصول لأرقى المستويات التدريبية، والتي جعلت من مصر مقصدا لتنفيذ العديد من التدريبات الجوية المشتركة للراغبين من الدول الشقيقة والصديقة. جيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. كالبرق يومضون وفي سماء المعركة يحققون السيادة ويحسمون النصر. مهمتهم حماية سماء الوطن. كل ذلك وما زالت الملاحم البطولية لنسور قواتنا الجوية تستمر ليل نهار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. نسور القوات الجوية المصرية يستلهمون القوة بالعهد والقسم بأن تظل رايات الوطن عالية خفاقة تعانق السماء. فهذا عهد جيل قدم وما زال يقدم أروع الأمثلة للتضحية والفداء، لأن لها رجالا يفرضون كلمتها في السماء وفي جوف الجبال لتعلو راية العلا في سبيل الملك.